في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 مدير الشؤون الدينية اليوم هذه الحملة حملة التلقيح لفائدة موظفي قطاع الشؤون الدينية سواء الإداريين أو الأئمة هذو اللي يكونوا دائما هم في الصفوف الأولى في المساجد وغيرها ماذا بنا إن شاء الله يتفاكسينوا باش يكون إن شاء الله تكون هذا التلقيح حماية لهم ولأهلهم وللمجتمع نسأل الله سبحانه وتعالى أن كل الناس يقبلون على هذه العملية عملية التلقيح إن شاء الله حفظا لأنفسهم وحفظا لسلامتهم وسلامة أبنائهم وأهلهم نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل المرضى والرحمة لكل الموتى ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء كما نشكر مصالح مديرية الصحة التي تقوم بهذا الجهد وهو العمل على تلقيح جميع مواطني الولاية نسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم على هذه الحملة حملة التلقيح ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه